فإذا عنوان المحاضرة كيفية تنزيل بيانات الإشعاع الشمسي من الموقع الإلكتروني Solar Radiation Data SODA. بالنسبة لهذا الموقع مهم جدا، يقدم خدمات كثيرة جدا، وأهم الخدمات هي بيانات الإشعاع الشمسي Solar Radiation وأيضا بيانات الأرصاد الجوية من أجل التنقيب أو الانفستيكيشن عن قيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية والسولر راديشن بالنسبة للثيرمال راديشن أيضا في الموقع اللي أنت قاعد تبحث عنه وتسوي عملية تحري، أيضا مراقبة وإنتاج الطاقة الكهربائية ومقدار الاستيميشن أو مقدار الانفستيكيشن في عمليات التنبؤ بمقدار الإنتاج في الموقع المفترض. أيضا هذا الموقع يقدم لنا خدمات الإشعاع الطيفي في المجالات الزراعية، المجالات الصحية، خدمات الأرصاد الجوية، ينطينا الألتيتيود عن مستوى سطح البحر، أيضا يستخدم في مجال علم الفلك وفي مجال الغلاف الجوي، ويحتوي على أرشيف واسع جدا من البيانات الخاصة بالإشعاع الشمسي وسرع الرياح ببراميتراتها وتفاصيلها الكثيرة. أيضا هذا الموقع يساهم في إنشاء الأطالس الشمسية لكل العالم، وراح نشوف طبعا هسه من راح ندخل على الموقع. أيضا يساهم في إنشاء الخرائط للمدن والخرائط العقارية. طبعا هذا الموقع يعتمد أساسا على الستلايتات أو الأقمار الصناعية وعملية خزن البيانات ووجود مراكز بحثية مثل المركز البحثي المودرن إيرا Respective Analysis for Research and Application. طبعا أكو المركز الأول والمركز الثاني، ودائما في عملية تطوير، وأنا طبعا مشترك معهم في هذا الموقع، ودائما يدزون تحديثات أو أبديت على أي شيء يصير عندهم. إذا أنت كنت مشترك يدزوا لك تحديثات حتى أنت تكون متابع لما يحصل من تغييرات وإضافات في الموقع الإلكتروني. الآن ننتقل بعد هاي التعريف البسيط بالموقع، ننتقل إلى الموقع. صورة الموقع الإلكتروني Solar Radiation Data. طبعا أول خطوة بالنسبة لكم، أول خطوة تروح تسجل حساب، تسوي أكاونت. تشوفون أنا حاليا داخل ضمن الحساب مالتي، دخل الإيميل والباسورد ويطلب منك بعض المعلومات تكملها ويرسل لك إيميل، تروح على ويدز لك رابط، وتروح تضغط على الرابط وتفعل حسابك وتدخل اسمك والباسورد وتدخل بحسابك الشخصي. بالنسبة لهذا الموقع مثل ما تشوفون يضم عدد كبير من الأزرار أو البوابات، مثل ما نشوف عندنا الهوم نيوز سوليوشنز سولار برودكتس، الخرائط، الخدمات، الأبحاث والعمليات التدريب، وأيضا عندنا الهيلب اللي يحتوي على دليل كامل لكيفية التعامل مع هذه النوافذ في هذا الموقع الإلكتروني، وينطيك تعريفية نبذة تعريفية عن الموقع حال أي موقع آخر وكيفية عملية الاتصال. طبعا يكون في علمكم مسبقا أنه ليس كل ما متاح في هذا الموقع الإلكتروني هو مجاني، وهسه راح نتعرف عليه. أما إذا نجي ناخذه من هذه النافذة على الجهة اليسرى، فنلاحظ هو نفس الترتيب، تشوفون الثاني هو نفس الترتيب. هذا حال المواقع الإلكترونية، قد تجدها بشكل أفقي وقد تجدها بشكل سلايد على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى حسب نوع الموقع، إذا هو موقع عربي أو موقع أجنبي. خلونا نجي هنا على الهوم، شوف شنو بيها حتى نتعرف على بشكل بسيط. هنا طبعا ينطيني نبذة تعريفية عن هذا الموقع اللي حكيناها. Solar Radiation Data delivers Solar Radiation and Meteorological Data Services for Solar Photovoltaic and Thermal. هذا الموضوع حكيناه. أيضا على موضوع الأجريكتشرال، موضوع الهيلث، موضوع الميتروجيكال، انطينا الالتيديود، الأسترونومي، الأتموسفير، التيبيكال ييرز السنوات، قد تكون سنوات نموذجيه طبعا، وهي ان شاء الله نجي عليه في محاضرات قادمه شلون نطلع بيانات قد تكون شهريه او قد تكون سنويه لعدد من السنين، وهذا طبعا راح نشوفها في موقع اخر ممكن
ناخذ محاضرة عليه. أيضا في إنشاء أطال السولار راديشن، الخرائط الإشعاع الحرارية أو الخرائط الخاصة بالفوتوفولتك. نشوف طبعا الهليوكليم سولار راديشن داتابيز هي عبارة عن داتابيز أو قاعدة بيانات اللي تنطيني الدايركت والديفيوز الإشعاع المباشر اللي ما يعاني من أي عملية توهين أو عملية اصطدام بالبارتيكلز الموجودة ضمن الغلاف الغازي المحيط بالأرض، وأيضا ينطيني الديفيوز راديشن والإشعاع المتشتت وأيضا المنعكس الرفلكتد أند جلوبال سولار راديشن الإشعاع الكلي. وهذا طبعا تفاصيل كثيرة ينطيك إياها من الفترات من فبراير 2004 أب تو تومورو، يعني قبل لحد اليوم التالي. طبعا هذا راح نشوفه، راح ندخل عليه. طبعا اكو الهليوكليم والهليوكليم 2 والهليوكليم 3 هي عباره عن داتا بيز او قواعد بيانات. قواعد البيانات هي هذه ماخوذه من عدد كبير من الاقمار الصناعيه التابعه الى وكاله الفضاء الامريكيه ناسا. مثل ما تشوفون هنا هذا عندنا الهليوكليم 3 الارشيف او الارشيف للبيانات هيستوريكال سولار راديشن داتا فور لونج تيرم ايفالويشن اوف ذا سولار ريسورسز اون بروسبكت ارياز. هذا يشمل لي الهليوكليم 3 هو ارشيف للبيانات الاشعاع الشمسي لفتره زمنيه طويله، طبعا كلها بروسبكت يعني عمليه توقع. فنا طبعا قد يسال سائل يقول شقد اكو اكيرسي او عمليه variation أو اختلافات أو الستاندر أكو شقد عندي standard deviation أو مقدار الانحراف كالقيم يعني القيم الحقيقية. طبعا من ناحية المبدأ كل البيانات اللي تم قياسها عن طريق الأقمار الصناعية يعتريها أو يكتنفها بعض الإرار. ليش؟ لأنه هو الفكرة ما بيها أنه يحول السطح الكروي مثل ما تشوفون هنا للكرة الأرضية إلى مجموعة من المربعات أو قسمها، قد تكون مربعات قد تكون بشكل مستطيلة وفق ريزوليوشن تعد المحطة الفضائية وتحول عملية تحويل البيانات أو هذه الداتا إلى صور وبريزوليوشن محدد، مثلا يقسمها حسب خطوط الطول وحسب خطوط العرض الى وحدات مسافات بالكيلومتر، وكل محطه او كل محطه ارصاد فضائيه هي تقسم وفق الاعدادات اللي معده عليها. ما ندخل بهذه التفاصيل، وتسجل لنا البيانات وتارشف لنا اياها في مواقع او في مراكز بحثيه. مثل ما نشوف هذا الهليوكليم، اكل هليوكليم واكل هليوكليم 2 واكل هليوكليم 3. نشوف هذا الهليوكليم 3 الريل تايم اللي يقيس بشكل يعني اونلاين. تشوفون الحركه، هذا الارتفيشال انتليجنس تشوفون اي ال سولار فوركاست عمليه توقع راديشن فوليوم اوف داتا ياخذها لكل انحاء العالم. الريل تايم راديشن مابس يعد لنا الخرائط، السولار اطلس يعد لنا الاطالس، يعدلنا الخرائط للمدن مثل ما نشوف. وهذا طبعا التيبيكال ميتولوجيكال يير اللي قلنا عليها ياخذ البيانات لعدد كبير من السنوات المؤرشفة او المخزنة في داتا بيز ويحولها الى طبعا وفق عمليات statistical processes في عمليات احصائية وينطنيها كمعدل لسنة واحدة حتى نقدر نتعامل معها. هذا ايضا هنا طبعا نشوف في موضوع السولر الفوتوفولتك وموضوع الثيرمال عمليه الكالبريشن جيت هاي كواليتي سولار راديشن داتا فروم اور داتا بيز. وايضا عندنا الهيستوريكال وذر داتا البيانات المناخيه، وهنا طبعا عندنا الوذر فوركاست داتا التوقعات المستقبليه، وهنا ايضا ياخذ لنا الالترا فايوليت هنا مثل ما نشوف السبكترال راديشن او الطيف الشمسي. فاذا هذا الموقع هو موقع راقي جدا، دائما انا انصح به. طبعا من ناحيه الوثوقيه
هذا ما عندنا مشكلة، احنا نحن نتعامل مع الناسا وما أدراك ما الناسا. فالكل معروف بالنسبة لمحطة الفضاء الأمريكية ناسا. الآن احنا نجي شلون نستفاد. احنا قلنا في بداية المحاضرة ليس كل ما موجود أمامك هو free، يعني without payment you must pay، يعني يجب أن تدفع للشيء اللي تريده، لكن أكو قسم هو مجاني. شلون نجي نستفاد من هذه الداتا؟ شلون هذه البيانات نسوي لها عملية داونلود أو عملية تحميل ونكيفها وفق الطريقة اللي احنا نريد نشتغل عليها، بحيث انه نستفاد من عندها ونحولها على شكل بشكل منظور وكقيم رقمية، ونجي نعمل عليها ونعطيها التفسيرات الفيزيائية ونحقق بها أهدافنا. خلونا نجي على السولار سودا برودكت، أو خلينا نشوف هنا بالنيوز شكو. طبعا هاي شكو شيء جديد ينزل عندك يوم بيوم إذا أنت كنت مشترك معهم، فهذا من دوخ راسنا به. نجي على السوليوشنز أو الحلول، أو شوف هنا solar and weather services to support your need. يعني انت شو تريد، انت شنو اهتماماتك، وين what's your interest، دي يعرض لك هذا الشغلات اللي اصلا احنا طرقنا لها بشكل سريع. خل نروح موضوع solar radiation products. طبعا هنا اول ما طلع لي الارشيف الهيليو كليم 3، هيليو كليم 3 سولار راديشن داتا بيس سيرفيسز افيلبل ان انيوال سبسكريبشن. هذا مثل ما نشوف السبات ريزوليوشن، وطبعا هذا ينطيك ايضا حتى الميثودولوجي شلون عمليه الاناليزيشن او التحليل تعمل بها، هذا احنا ما يهمنا. ده ينطيك كل الكومبوننت للاشعاع الشمسي، الجلوبال هوريزونتال راديشن، وينطيك النورمال، وينطيك الريفلكتد والديفيوز، وينطيك كل المكونات اللي طبعا راح نشوف بعد ما ننزل بيانات راح نشوف تفاصيلها. خلونا نجي هنا على الجهه اليسرى الهيليو كليم 3 ارشيف وريل تايم و ريل تايم مابس والفوركاست والفوليوم اوف داتا والتيبيكال متلرجيكال يير، لهذا طبعا حكينا عليها، البيانات السنويه الماخوذه من معدلات لارشيف من البيانات لفترات زمنيه طويله. ونشوف هنا عندنا الخرائط، وهو طبعا نفس اللي حكيناه هنا هو نفسه موجود على الجهه اليسرى من الموقع الالكتروني. خلينا نجي هنا على الهيستوريكال تايم سيريز. هنا ايش يقول لي؟ يقول لي انت تقدر تدخل اكسس تو هيليو كليم 3 ارشيف، ده ينطيني من شباط 2004 لحد اب تو داي بالماينس، يعني قبل يوم الفيرجن 4 اند اب تو طبعا قبل يومين بالنسبه للفيرجن 5. Automatic access and via the Soda website optional. لا طبعا يقول لي لا شو نعطيني هنا الهيل او يعني هذا الآية يعني يساعدك انت شنو اللي تريد. هسه لو نجي خلينا نسوي يعني نفترض انها كش ما نعرف عن هذا الموقع، خلينا نسوي هنا دخول او اذعان، ايش راح ينطيني؟ دي ينطيني الهيليو كليم 3 ارشيف اند ميثولوجيكال داتا، دي يحكي لي هنا انه ستلايت derived solar radiation database exploiting heliosat. طبعا هذا من هذا القمر الصناعي. to method to estimate cloud index. هنا طبعا المؤشر الغيوم based on the analysis of meteosat second generation satellite images in the visible band. نادي يعني نجي هنا هذا الارشيف مالته قائم على استنتاج البيانات ومؤشر الغيوم الكلاود اندكس، وقائم على هذه المنهجية في عملية التحليل ويحولها الى صور ضمن النطاق المرئي.
احنا هنا طبعا هذا مو كل الكلام يعنينا. احنا وين نريد؟ احنا نريد مثلا ننزل بيانات لإشعاع الشمسي ونشوف شنو المرفقات مال هذه البيانات. بس دائما من تفتحون هذه الصفحات تنتبه اكو عندك مسج او رسائل. هذه الرسائل باللون الوردي تنتبه عليها. ده يقول لك يعني حتى لا تدوخ نفسك وتضيع وقتك. ده يقول لك this page is reserved to users who subscribed to the heliocalimetry service for pay. Please sign in at the top of this page if you are a customer of this service. بمعنى آخر إنه هاي البيانات من هذا الهيليوكليم هذا الأرشيف أو الداتابيز إذا أنت ما تشتريها ما تقدر تنزل من عنده. بمعنى آخر you may access for free to our demo service. يعني أنت بالإمكان إنه تدخل وتحمل بيانات اكو عندهم ديمو خدمات مجانيه هسه راح ندخل عليها او تسوي عمليه اتصال بالموقع بالتيم او الفريق لهذا الموقع حتى تقول لهم يابا انا اريد اشتري بيانات فانت يجب ان تروح تسدد المبالغ الخاصه بها حتى تسددها. واحنا ما مضطرين نروح نشتري بيانات راح نستفاد قدر الامكان من البيانات اللي هي free of pay يعني بدون دفع أي فلس. أنت عندك خدمات ممكن أنه تستفاد من عدها فأنا يا أما نروح من الديمو سيرفس أو من ناس سوى عملية رجوع. خلينا نسوي عملية رجوع باق ونشوف شنطينا هنا. هذا access to heliocalimetry version 5 time series for current day. This service provides heliocalimetry version 5 time series of satellite derived solar radiation values of the current day today. يعني معنى اليوم. The values are from two different origins or model. Real time updated as soon as a new image is available. If you launch the same request, طبعا مدة 15 دقيقة and later. This values will not change. Sure. يعني هذه البيانات إذا دخلنا عليها خلينا نشوف هذا نسوي عملية لانش وإيش راح ينطينا مؤشرات. أها تمام. إيش طلعت لنا خرائط. الهيليوكليم داتابيز 3 إز أستلايت يعني بيانات مؤرشفة ومن الهيليوسات 3 طبعا وفق عملية معالجة وعملية processing و investigation. هاي ما تعنينا to estimate cloud index ال k of cloud يعني ال k للغيوم ومحسوب على بطريقة بمنهجية الميتيوسات second generation ومثل ما قلنا ضمن النطاق المري. احنا شنو نريده؟ نريده هنا طبعا اذا كنا احنا محتاجين قيم ال k تشوف عندنا هنا طبعا طلعت عندنا خرائط. هذه الخريطة الايرلي بس خلينا نشوف هذا ينطينا اياها الحالية. ها هو ده يقول لي start date اليوم شقد بالشهر اليوم 21 يعني ما عنده ارشيف. هذا ينطينا على شكل forecast والend date up tomorrow ينطينا بشكل يومي. فاذا انت كنت محتاجها هيجي داتا فممكن انه طبعا يعني دي ينطيك السورس مالتها الهيليوكليم 3 فيرجن. وطبعا هنا منطيك عدة مجموعة من الخيارات تجي تحدد والاد ميتولوجيكال داتا هو دي يقول لك ترو والفوركاست فيرجن دي ينطيك نشوف ايش عندنا خيارات اما سيفيريتي او بريسيستنس فوركاست وتحدد طبعا تثبت الخط الطول وخط العرض. اما تحدد ندخل كداتا او values تحدد زاوية اللاتيتيود زاوية خط العرض وزاوية خط الطول وتحدد ايضا تضع مقدار الارتفاع عن مستوى سطح البحر وتروح هنا طبعا بعد ما تحدد راح تطلع لك هنا بشكل نقطة وتروح تسوي عملية processing وينزلك البيانات. احنا طبعا هاي انا ما اريدها بس حبينا انه نتطرق لها. خلينا نشوف
ما اريد قيمة الكي، انا اريد السولار راديشن كامل. خلينا نشوف هنا ايش دا يقول لي بعد. انا اريد الديمو. هذا شنو عندنا بعد؟ اوتوماتيك اكسس تو ميرا 2 متولوجيكال داتابيز محسوبه من عام 1985 امونث اجو، قبل شهر يعني. لا يقول لك شراء، فانا ما اريد اشتري، شو اسوي بها؟ بيرتشيز ان اور سبسكريبشن تو اوتوماتيكلي اكسس تو ميرا 2 متولوجيكال داتا من عام اب تو اباوت مونث اجو، لحد الشهر الماضي. طبعا تشوف انه البيانات التايم سيريز او الفتره الزمنيه مالتها جدا طويله. وخلي في بالكم طبعا بيانات شهريه هذه، خلي في بالك انه انت من تروح في كل الداتا بيز، كل انواع الدا سواء كان السولر او ويند او 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 او، كل ما تكون الفتره الزمنيه اطول كل ما تكون الكونفيدنس مالتها عاليه. رغم انه اكو بسبب التغيرات البيئيه، التغيرات المناخيه، عمليات الاحتباس الحراري طبعا ايضا اثرت بشكل كبير. فاذا ما قارنا يعني ولو حتى ولو كان بجزء نسبي بالنسبه لدرجات الحراره ايضا طبعا تدخل كبارامترز ضمن البيانات. فاللي اريد اقوله انه كل ما تحصل على بيانات لفتره زمنيه طويله، كل ما تكون الفاريشن الاختلافات في الداتا بيز او لقواعد البيانات تكون افضل. هسه انت من تروح تسوي تحليل على الاكسل، طبعا انا من النوع اللي احب الاناليزيشن بالاكسل، هسه بعد شويه بنهايه المحاضره راح نشوف شلون نتعامل معه. يعني دائما من تاخذ المين فاليوز او المتوسطات للقيم، دائما المتوسطات تخفينا الريليتي للفاليوز. ليش؟ لانه دائما انا عندي قيم اعلى من المعدل وقيم ادنى من المعدل، فالمعدل ينطيني انديكيشن عن الوسط الحسابي لكل القيم او المتوسط العام لكل الداتا اللي انت قاعد تتعامل بها، بغض النظر عن ما هي هذه الداتا بشكل عام. هو البرنسبل او المبدا واحد. فكل ما تكون القيم او التايم ستيب، خلينا ايضا نفسرها من الناحيه، يعني مثلا انت لما تاخذ بيانات مقاسه على اساس ساعي الاورلي بيس، مثلا انا اخذ بيانات سرعه رياح على اساس ساعي مقاسه، مثلا ساعه 12 بالليل، ساعه بالوحده بالليل، ساعه بالثنتين، الى حد ال 24 ساعه لفتره زمنيه كذا، لمده كذا سنه او كذا شهر. كل ما تكون الديفرنس بالتايم ستيب بين قراءه والتي تليها الفتره الزمنيه القصيره راح تنطيك وثوقيه عاليه، لانه ده راح تعكس لك مقدار التباين. ركز وياي، انتبه على هاي النقطه. كل ما يكون التايم ستيب اقل راح تنطيك تفسير فيزيائي لظاهره ما انت قاعد تتعامل معها بشكل ادق مما لو اخذت بيانات شهريه. راح احكي لكم واحده من الحالات اللي صارت معي انا شخصيا في اطروحتي في الماجستير في الويند انرجي. اخذت بيانات من احد الجهات، بيانات ما اعرف وقتها كانت يمكن 10 سنوات، فانطوني رحت اشتريتها طبعا مقابل مبلغ، انطوني بيانات شهريه. البيانات الشهريه من سوي كان المشرف علي دكتور محمد ابو الطيب، يمكن قسم كبير يعرفونه الله يذكره بالخير. فقلت له دكتور يعني هاي البيانات انا ما مقتنع بها، لانه ما تعطيني انديكيشن او مؤشرات على المقدار كقيم حقيقيه اني المسها، زائدا كان بيها الميسنج داتا كل شوي، يعني بيانات مفقوده، فشلون اسوي عمليه؟ قال لي اسوي لها معالجه. قلت له عمليه المعالجه يعني ما دا احس بيها مين. فالمهم بالاخير تركتها واخذت بيانات من مواقع امريكا. فالقصد هنا البيانات كل ما تكون بيانات التايم ستيب مالتها اقل، كل ما تنطيك انديكيشن اعلى وتنطيك قيم حقيقيه وتعطيك نتائج ريزلتس تقترب من الواقع. وطبعا خلي في بالك انه البيانات للستلايتات هي بيها ديفرنس او بيها فرق عن البيانات اللي
تقيسها بشكل حقلي بغض النظر عن نوع الداتا. بعد هذا العرض خلونا نروح على الديمو. طبعا هنا ركزوا وياي، عندنا هنا السولار برودكت، خلينا نروح على الديمو. عندنا ماب سوليوشن، على الاتحاد خلينا نرجع الفوركاست، هذا ما راح يفيدنا بشيء. خلينا نرجع وندخل من الديمو. هليو كليم 3 آرشيف ديمو، هذه بيانات مجانية، بس المشكلة مالتها وين؟ محدودة مقاسة من عام 2004 إلى حد عام 2006. طبعا البيانات كل ما تكون فترة قصيرة، كل ما مثل ما قلنا تكون كمؤشرات تكون يعني ليست بالمستوى المطلوب. راح ناخذ مثال على شلون ننزل هذه البيانات، بس راح نبحث عن موقع آخر. أنا ودكتور عفيف أيضا قبل فترة دخلنا وكان محتاج إلى بيانات ونزلناها، بس خلي أتذكر الموقع. خلي نجي هنا، راح نأخذ هنا يعني مثال بسيط أحدد. مثلا أنا راح أخذ لمدينة بغداد بشكل optional latitude 33. طبعا تقدر انت تحدد منها تقدر تحدد الادرس، مثلا راح اكتب العراق. تنتظر شوية طبعا حسب النت اللي عندك، اذا احتاج قوة انترنت شوية عالية لان الداتا لا طبعا تروح تكبر ريزوليوشن او الزوم او منها راح يعني هذه عملية سهلة أعتقد كلكم تعرفوها، شلون تختار نقطة على خريطة معينة فيحدد لك اللونجتيود واللاتيتيود والالتيتيود ويحدد لك شلون يجلب لك البيانات الموقع اللي أنت تريده. أنا مثلا راح أختار هنا منطقة المحمودية. شوي النت ضعيف طبعا. خلاص حددت هنا، طلع عندي خط بعد ما اشرت طبعا على الخارطة، راح اكيد يطلع يأشر عندك خط رأسا يطلع لك القيم اللي زاوية خط العرض واللاتيتيود واللونجتيود، وهنا طبعا بشكل اوتوماتيكي هو يحدد لك مقدار الارتفاع عن مستوى سطح البحر. المهم عندي هنا ايش دا يقول لي؟ يقول لي الداتا الستار داتا، احنا طبعا هنا هذا حكينا عليها انه بادية من شباط 2004 وتنتهي شهر ديسمبر 31/12/2006، والبيانات طبعا منا نقدر نختار التايم ستيب للبيانات. هنا طبعا هذا التواريخ تيجي تضغط هنا ما نقدر نغير بها شيء، اصلا هو منطيك ليميتس. بس هسه بعد بشوية راح نروح على غير موقع نشوف احنا نقدر نختار الفترة الزمنية. لما عندنا رينج عندنا الديت
يعني الستار ديت والاند ديت عندنا بمجال، فاحنا نجي نختاره براحتنا، لكن هو اصلا محدد هنا. فهذا هنا طبعا النهايه اخر يوم اللي هو يوم 29 يقول لي اب تو 2006 31/12. طبعا انا هنا اقدر اغير، يقول لي واحد، اقول له اوكي. واذا ما طبعا اذا التاريخ خطا يحددك 29/12، انا اريد 2006، تختار 2006، اقول له اوكي ديسمبر. اذا هسه قبلها، لانه ما يقبل تتجاوز التاريخ او الارشيف، يعني التاريخ اخر يوم من البيانات المؤرشفه. هنا ينطيني التايم ستيب، الفتره الزمنيه الفاصله بين قراءه واخرى بالنسبه لهذه البيانات المؤرشفه. التايم ستيب هنا ينطيني عده اوبشنات، خلينا نشوف شنو الخيارات المتاحه عندي. ينطينيها لكل دقيقة 1 minutes لمدة شهر فقط. أنا الآن لو اختاريت هذا الخيار راح ينطينيها time step 1 minutes 1 month only. خلينا نشوف هنا 5 دقائق أيضا شهر واحد، 10 دقائق ينطينيها ضمن الرينج الفترة اللي أنا اختاريتها. يعني شوف هاي فرق لما نحط لك بين قوسين شهر، يعني راح ياخذ لك شهر على اساس شهر واحد ضمن الفتره اللي انت محددتها، 15 دقيقه نصف ساعه ساعيه، او تريدها على شكل يومي او تريدها بشكل اسبوعي. بس نعطيك هنا meteorological data not available، ما موجوده، او تريدها بشكل شهري. فانت حسب شغلك، انت شنو اللي تريده وايش قد تريد اكو دقه بالتايم ستيب بين البيانات، انت تيجي تحدد. وبعد طبعا هنا هذا هنا هاي الهيدن، فانت مقدر الكمبيوت ريليف شادو اف لاتيتيود اصغر من 60 درجه ترو ريكومندد، فانت تبقي كما هي. تيجي هنا البلين مود، انت هاي البيانات اللي تريدها على السطح الافقي للارض، ام تريدها شنو؟ ايش منطيك خيارات؟ على السطح الافقي للارض fixed tilt the plane، نجي نختار هذا، او بهذا هذه الحاله الاولى ايش تعني؟ تعني انه بس انتبهوا وياي، تعني انه هاي البيانات لو كانت بهذه الحاله وضمن الفتره الزمنيه اللي راح لهذا الموقع المختار، بمعنى اخر انت راح تنزل بيانات تمثل لك بكل المحتويات مالتها بيانات على السطح الافقي للارض. الخيار الاخر اللي نعطيك اياه الموقع، لو اختاريت fixed tilted plane، بمعنى راح ينطيني بيانات تمثل لي زاوية الميل للألواح الشمسية، أو على زاوية الميل للسطوح. الزاوية طبعا مثل ما نعرف هي من 0 إلى 90 درجة، هذا هو هذا الرينج المنطقية. فأنت بالموقع في بلدك يجب أن تعرف المعدل السنوي، إذا أنت تستخدم في موضوع السولار اناليزيشن، يعني في عمليه التحليل للنظام او مشروع طاقه شمسيه سواء كان فوتوفولتك او ثيرمال، انت لازم تعرف المعدل السنوي للزاويه في بلدك ايش قد. وطبعا هذا الموضوع ان شاء الله راح نجي عليه مستقبلا في محاضرات مستقله. واكو عندنا علاقات رياضيه تقول لي مضبوطه، طبعا اكو دقيقه واكو يعني فوركاستد، يعني not accurate، واكو accurate relation mathematical relationship تنطيني بالضبط القيم الحقيقيه
اللي تحاكي الواقع. هذا إن شاء الله نجي عليه بشكل عام، عن زاوية الميل أو المعدل السنوي لزاوية الميل أو تلت أنجل بالنسبة لفصلي الربيع والخريف، والمعدل السنوي هي تكافئ تقريبا approximately تكافئ زاوية خط العرض، وبالنسبة للزاوية في فصل الصيف هي زاوية خط العرض ناقص 15 درجة، وفي فصل الشتاء زاوية خط العرض زائد 15 درجة. بس نقف يم كلمة بس ونخلي علي جوها ألف خط أحمر، بس هاي العلاقة هي مو دقيقة. زين لعد شنو الحل يابا؟ العلاقات الرياضية الدقيقة إن شاء الله راح نجي عليها في محاضرات قادمة، بس هذه بشكل عام يعني تعتمد من قبل الساينتيفيك ريفرنسز وبعض المواقع الإلكترونية، لكن الهاي اكريسي سوفت وير ما يعتمدها، يعتمد على معادلات رياضية أدق. المهم مو هذا هو الموضوع، أنا حتى بس ناخذ فكرة. فأنا مثلا المنطقة اللي قاعد أشتغل عليها شقد هي الزاوية؟ زاوية 33. فمثلا أني المعدل السنوي التقريبي على ضوء annual average value أو المعدل على أساس المعدل السنوي اللي قلنا تعادل زاوية خط الطول. وطبعا هسه ممكن أنه واحد يسأل يقول شنو ناقص 15 تزن زائد 15، هاي الأرقام شنو الفيزيكال مينينج؟ هذا طبعا لها علاقة بمقدار الفرق في شكل الأرض، لأنه الأرض ليست كروية وإنما شكلها الإهليجي البيضوي، ومقدار الديفيشن أو مقدار الانحرافات بين الموسمية أو الفصلية ما بين أثناء حركة الشمس. يعني مثل ما نعرف أنه هي الأرض ثابتة والعفو الأرض متحركة والشمس ثابتة، لكن استنادا إلى الحركة النسبية يبدو أن بالعكس هو هذا المشكلة. فالمسار بسبب شكل الأرض البيضوي بحيث أنه الدايجنال باتجاه النورث ساوث يختلف عن قيمة الدايجنال باتجاه الويست إيست، فهذا طبعا يصير عندنا انحراف. هذا الانحراف يتغير من أعلى زاوية وأعلى قيمة في يوم 21/6 من يصير عندنا الانقلاب الصيفي اللي قادمين عليه، وأدنى قيمة إلى اللي هي أي زاوية ناقص 15 عندما يدخل عندنا فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر، وهذا هو أيضا مو موضوعنا. وطبعا هنا عندك الorientation أو التوجيه بالنسبة أن وبشكل عام بالنسبة للدول العربية هو باتجاه الساوث. طبعا هنا لما تكون عندك النورث يمثل لك زاوية صفر، فخط الجنوب هو يمثل لك زاوية 180، ومع الإشارة بالملاحظة أنه بعض المواقع الإلكترونية أو بعض السوفت ويرز البرامجيات التخصصية في مجال السولار راديشن يأخذ الزاوية الصفرية هي الساوث، وهذا ما مؤشر يعني نختلف عليه حسب المنهجيات، حسب الميثودولوجي المتبعة من قبل الموقع أو من قبل السوفت وير. في كل الأحوال هو نفسه ما راح يتغير عندنا شيء. بالنسبة للألبيدو، الألبيدو هو يمثل لي النسبة أو البيرسنتج بتوين أو النسبة بين الإشعاع المنعكس من على سطح الألواح الشمسية إلى قيمة الإشعاع الساقط على السطح الأفقي للأرض، وطبعا بقيم تختلف حسب طبيعة السطح في الموقع اللي أنت قاعد تشتغل عليه، سواء كانت الأرض حصوية، الأرض جرداء، الأرض مشجرة، الأرض بها حشائش، الأرض بها غابات، الأرض جبلية، فهذه القيم تختلف. لكن بشكل عام نسبة الألبيدو أو الانعكاس هي طبعا تتراوح من 0 إلى 1،
هذه القيم تختلف حسب طبيعة سطح الأرض في الموقع اللي أنت قاعد تشتغل عليه. هذه إن شاء الله أيضا راح نجي عليها بالتفاصيل في محاضرات قادمة. بس يقولون شو كلها راح نجي عليه؟ راح نجي إن شاء الله، لأنه إحنا لازلنا راكدين في موضوع الزراعة. فخلاص إذا أني يعني قررت أنه أخذ هذه الداتا من هذا التاريخ لهذا التاريخ، وأفترض أني راح أخذ الساعية، وأنت الخيار لكم. فأروح بعد خلاص أني أروح أقول له سوى أجري عملية البروسيسنج، فأضغط على بروسيس، يبدي هنا يبدي يسوي له عملية داونلود تحميل، وبعد ما يكتمل راح يطلع عندي هنا زر أسوي عملية سيفينج للفايلز اللي راح يطلع عندي. موضوع جميل جدا تتعامل مع يعني شيء واقعي. وطبعا يعني اللي يشتري هاي البيانات ممكن انه اذا هو محتاجها في بحث، في دراسة، في شغلة، يعني ممكن انه ينزل هاي البيانات. خلاص هنا يقول لي رايت كليك اند سيلكت سيف تارجت تارجت از تو سيف ذا ريزلت فايل. فاني هنا طبعا ريزلت فايل راح اخزنه مثلا على وين اريد اخزنه، مثلا على الديسكتوب. خزن ثاني سيف، سويت له خزن تمام. أنا بعد ما نزلت البيانات خل أروح شلون أتعامل مع هذه البيانات، شلون أقرأها، شلون أنتركز وياي. كلش ركز وياي، البيانات هي أرقام، لازم أنا أجي أنطيها الفيزيكال مينينج. خلينا نشوف وين تخزنت عندي. تشوفون هذا الفايل تمام. اروح اقول له اوبن، اسوي له عمليه مشاركه للفايل حتى يظهر عندكم. مثل ما نشوف هذا هو ملف الاكسل اللي نزلناه قبل شوية. طبعا البيانات اللي بيه خلينا نحولها على الجهة اليسرى، نروح على البيج لاي اوت ونقول له شيت رايت تو ليفت. اذا هذه دي ينطيني المعلومات كاملة عن السورس اللي هي الهيليو كليم 3 Archive Database of Solar Evidence Version 5 Derived from Satellite Data and Meteorological Data الميرا 2، مركز الأبحاث تابع لناسا، وهذا مثل ما تشوفون. وينطيني اسم البروفايدر بالتفاصيل، هاي المعلومات كلها، وينطيني الموقع السايت لاتيتيود السايت لونجتيود والإليفيشن مقدار ارتفاع المستوى سطح البحر، وينطيني التايمينج للداتا تاريخ بدء البيانات من 1/2/2004 تنتهي يوم 20/12/2006 مثل ما نشوف. وهنا طبعا السمرايزيشن بيريد ينطيناها، طبعا احنا اختارناها ساعية اورلي داتا. وينطيني هنا هاي بعض التفاصيل، ينطيني زاوية الميل اللي اختاريتها أنا 33، والأورينتيشن هو 180 باتجاه الساوث، ساوث أورينتيشن نحو الجنوب الجغرافي. وينطيني قيمة الألبيدو، طبعا هاي البارامترات قسم اللي حددتها هو يطلع لك إياها بهذا الفايل على شكل ريبورت.
تشوفون هاي الهوسة هسه انت هاي ايش تفتهم من عده؟ هاي بيانات ساعية تقدر تفهم منها شيء؟ ما راح تفهم منها شيء، ملحمة صايرة. زين شلون اني شوي اركز وياي، شلون اني اكيف الداتا في هذا الفايل؟ طبعا مرات خلي في بالك تنزل بيانات لمده 20 سنه، فملف حتى الحاسبه تمل من عنده يصير جدا بطيء، بطيء جدا. طبعا كل ما تكون الفتره الزمنيه الفاصله او التايم ستيب بين قراءه وقراءه، طبعا هسه بيانات ساعيه، كل ما تحتاج الى عمليه بروسيسنج او عمليه معالجه كبيره جدا. هاي عمليه المعالجه طبعا تعتمد على نوع السبيسيفيكيشن او المواصفات الفنيه للكمبيوتر مالتك. طبعا هذا العمل اللي جاي نسويه ما ممكن انه تجري على الفون مالتك، هذا عمل كمبيوتر. زين احنا هاي البيانات بغض النظر عن نوعها، طبعا احنا نزلنا بيانات اشعاع شمسي، وممكن انه اذا انت تتعامل مع بيانات من مواقع اخرى بغض النظر عن نوع البيانات، شلون تحولها من الصيغه الحاليه اللي هي تشوف، خلي نفهم، تشوف اكو هذا التاريخ واكو كوما فاصله، هذه شو نسميها الكوما سيبريتد فاليوز فورم. اذا هذا الفايل هو من النوع او الفورمه مالتها كوما سيبريتد فاليو. شنو معناه؟ معناه انه القيم لكل باراميترز او كل عنصر مفصوله عن قيمه العنصر الاخر بكوما سيبريتد فاليو. هاي الكوما احنا باللغه العربيه نسميها كوما، فتفصل. فاني طبعا هل سؤال لكم، هل انه بالامكاني انا استفاد من عندها؟ ما ممكن انه انت تقدر تتعامل بها في يعني الشيء اللي تريده وتروح ترسمها او تاخذها كفاليوز، ما تقدر. طبعا خلي في بالك هذا ملف اكسل، ده تشوف، شوف هذه القيم، هذه القيم كلها وكانما هي هذا بالاكسل، هذا نعرف به هذا عمود، هذا عمود ثاني، هذا عمود سي، عمود دي، عمود اي، عمود اف، هكذا. هسه انا من دا اشر على عمود سي، دا تشوفون اكو شيء يطلع فوق؟ ماكو، بالدي بالاي. فاذا هذه البيانات فقط في العمود اي، لاحظ من اشر على اي في اي مكان يطلع. طبعا هنا هذا هو كلها تابعه الى العمود اي او الكولوم اي، فاني ما اقدر استفاد منها بالوقت الحالي، لازم اروح احولها الى فورمه على شكل اعمده حسب كل باراميترز من هذه البارامترات. شنو الاجراء اللي اسوي؟ اروح على اشر على العمود اي، بما انه العمود هو الكونتنت، الكونتنت لكل هذه الداتا، واروح على عندي فوق طبعا أو على النافذة داتا، أضغط عليها وأروح أحول، طبعا هذا على شكل تكست، أحولها إلى تكست كولوم، أضغط، يعني قلنا أول خطوة أضغط على الكولوم أي، وأروح على شريط المهام في الأكسل أو شريط النوافذ للداتا، أضغط على كلمة داتا، اعتقد ما واضحه عندكم يعني او واضحه، وتطلع عندي الزر تكست كولوم، اضغط عليها تكست كولوم، راح تطلع عندي واجهه انبثاقيه او ويزارد، كونفرت تكست كولوم ويزارد ستيب 1 اوف 3، ثلاث خطوات. خلينا طبعا دي ليميتد، تشوف هنا الفورمة مالتها، فأروح أنطي نيكست، هنا أضغط على السيمي كولون، أضغط عليها وأنطي نيكست، لا أرجع باق
ارفع هذه اشوف من ما بعد ما انشرت شلون صارت عندي. تشوفون صارت على شكل اعمده تحرك هذا. طبعا اكو عده طرق للتحويل تشوف. وهنا طبعا الان تحولت من صيغه تكست الى كولومز. وهنا طبعا انطي نيكست وانطي فينيش. Do you want to replace the contents of the destination cells? Okay. الآن شوف صار عندي هذا العمود أي فقط راح أصغره طبعا فقط يمثل لي التاريخ وهذا أيضا أصغره time وهذا صراحة نجعله واحد واحد نحكي به. اروح على هوم اسوي عمليه توسيط. فاذا تشوفون هنا الان صار عندي هذا التيبلز وهذه الاعمده. هذا هو المحتاج نوسع اكثر. هذا هو التاريخ الديت يبدا من يوم 2/1. هذا هو التايم الساعات. احنا اخذنا بيانات ساعية ساعة واحدة ساعة اثنتين شوف لاحظ خلال اليوم نفس اليوم اللي هو يوم 2/1/2004 الى ان هاي هنا انتهت 2/2 هنا خلال 24 ساعة يعني الساعة 11 وساعة 12 يعني بدينا من الساعة 12 وانتهينا بساعة 12 اليوم 2/1 خلال 24 ساعة يعني عندي 24 قراءة. القراءات ايش تشمل عندي؟ الدايركت انكلاين الاشعاع طبعا هنا الوحدات مالته ايضا تلقاها هنا تروح على المفتاح هنا المنطقة المعرف بالكولومز هنا ينطيك هنا بس خلينا نوسع هذه شوية هاي بقت على اي لان احنا هاي دا ينطيك هنا طبعا حتى نعرف الكولومز الراديشن منطيك اياه وات اور على المتر المربع وات اور. الكلير سكاي ايضا وات اور على المتر المربع والتمبرتشر بالجلفن ومقاسة على ارتفاع 2 متر فوق سطح الارض والريلاتيف هيوميديتي الرطوبة النسبية relative humidity at 2 meters above the ground والبرجر طبعا هنا منطيك اياه h كيلو باسكال برجر at ground level على ضغط على مستوى سطح الارض والويند سبيد متر بير سكند طبعا على ارتفاع 10 متر وهذا شيء ممتاز جدا هو يفيدنا بعمليه التحليل في موضوع الويند انرجي طبعا هو هذا يعني اكو قسم تنطي على 2 متر واكو قسم بس هو الستاندر على 10 متر على اساس انه المحطات يا اما تكون 10 او 30 او 50 او 52 واكو قسم من عندها 30 متر ايضا على اي حال طبعا ينطيك الويند دايركشن بالديجري تغيرات اتجاه هبوب الرياح وهذه طبعا تفيدنا وين؟ تفيدنا من نروح نسوي عمليه انلايزيشن حتى نعرف البرودمينيت ويند دايركشن حتى من نسوي عمليه سايتنج للويند فار او نسوي عمليه تخطيط وان شاء الله هذا يعني مستقبلا
ننتقل باتجاه الويند انرجي اللي هو اعتباره تخصصي. شلون نسوي عمليه سايتنج لمزرعه رياح، وشلون نوجه وين نوجه التوربينات الرياح بيا اتجاه، هل انه نخليها مثلا باتجاه الجنوب، باتجاه الشرق، باتجاه النورث، باتجاه الساوث، ام عندنا هناك ليميتيشن او بارامترات او معايير نمشي عليها. طبعا يعني هذا الموضوع ولا هو مو بس فقط الاشاره، دائما يجب ان نعرف السيكتورز او الاتجاهات اللي هي مور برودمينيت، يعني الاكثر شموليه، الاكثر كثافه في الهبوب على مستوى الزوايا وعلى مستوى سرع الرياح، حتى تكون مزرعه الرياح يعني انتاجيتها تكون عاليه. وطبعا مثل ما نعرف انه في موضوع مزارع الرياح عندنا يعني عمليه حركه الويند توربين بعده اتجاهات، وهذا حاليا مو موضوعنا، فهذه هنا طبعا كلش مهمه، يعني ينطينا الاتجاهات. طبعا هنا منطيني الرين فول الامطار كيلو غرام على المتر المربع، وينطيني السنو فول سقوط الثلوج ايضا بكيلو غرام على المتر المربع، والسنو ديبث او عمق الثلج بالمتر. فهذه طبعا هو المفتاح حتى تعرف الوحدات للبيانات اللي نزلتها، حتى من تروح تتعامل معها تتعامل مع القيم واليونتس للقيم. فهنا ده ينطيني التايم اللي هو الساعي والدايركت انكلاين، يعني هنا الاشعاع، قيم الاشعاع والديفيوز انكلاين. طبعا هنا اخذنا الاشعاع اللي ساقط على سطح مائل بزاويه 33 درجه، بمعنى وكنا نعرف انه يعني اثناء الليل ما عندي اشعاع، فتشوف القيمه صفر، لكن اثناء النهار تبدي القيم تزداد. طبعا وهنا الوحدات هي واط اور على المتر المربع. فهذا الدايركت الاشعاع المباشر اللي ما يعاني اي عمليات توهين او عمليات استطاره خلال انتقال السولار راديشن فروم سن تو جراوند سيرفس، يعني ما يعاني اي ما يواجه اي بارتيكلز، فما يصير بي اي لوسز دايركت مباشر. لكن ايضا عندي هنا طبعا الديفيوز اللي يعاني من عمليات انعكاس وتشتت ديفيوز والريفلكتد، وهنا بالاخير ينطيني الجلوبال انكلايند يعني الاشعاع الكلي الساقط على المسطحات المائله للالواح الشمسيه. هذا ايضا ينطيني الدايركت هوريزونتال والديفيوز هوريزونتال والجلوبال هوريزونتال، بمعنى ينطيني اضافه الى القيم الاشعاع المائله على مسطحات الالواح الشمسيه اللي احنا اختارينا الزاويه. طبعا انت حسب اختيارك، احنا اختارينا على سبيل المثال 33، انت حسب الزاويه ينطيك القيمة. يعني عندنا القيم الحالية هي قيم على الكمبونت للسولار راديشن والجلوبال انكلاين سولار راديشن عند هاي الزاوية، وأيضا ينطيني هاي القيم الدايركت هوريزنتال والديفيوز هوريزنتال والجلوبال هوريزنتال على السطح الأفقي للأرض، وينطيك هنا قيمة الكلير سكاي الكي اللي هي تمثل لي مقدار مدى صفاء الجو يعني وخلوه من الغيوم والأتربة. وأيضا هنا خلينا نشوف هذا top of atmosphere، أيضا ينطيني قيم الإشعاع وينطيني ينطيك كثير من البارامترات الكودينج التمبرتشر الرطوبة الضغط الويند سبيد الويند دايركشن والرينفول، وأذن كل البارامترات اللي حكينا عليها. نجي هنا بعد ما حولنا هذه الداتا الى قيم باعمده، يعني انت تبقى شنو شغلك بيه، شنو يعني شنو العمليه اللاحقه، يعني هذا شنو التحليل اللي تشتغل عليه. يعني على سبيل المثال
هذه البيانات طبعا أنا أقدر أرسمها، أحولها إلى مخططات، وأفهم أفهم الشكل الأوتبوت مالتها. يعني بس أنت لازم دائما تراعي الوحدات، من سوى مخطط أو تحولها إلى جرافس، لازم تخلي في بالك ما هي الأوتبوت اللي تريده من المخطط، ولازم تراعي الوحدات بالإكس أكسس والواي أكسس حتى تخرجها لإلك أو كباحث أو ك يعني تطبيقي أبليكيشن. شوف شنو الشغلات. فعلى سبيل المثال أنا هسه راح طبعا أقدر أرسم كل هذه البيانات، بس كل ما تكون طبعا عندك عدد البيانات كبيرة، كل ما تكون يعني راح تواجه صعوبة في عملية الرسم. خلونا مثلا راح أخذ جزء من الحقول، مثلا أخذ هذا الديت، خل أفتح سلايد آخر. ووركشيت آخر. سوي كوبي. طبعا حجم كبير جدا، يعني كلش كبير، لان يعني بيانات ساعية، بس لو ماخذينها شهرية فراح ناخذ جزء من عدها حتى لا نطول. خلينا نسخ جزء من عدها. انت شوف شنو ترسم، فانا راح على سبيل المثال خلينا نشوف ايش نسخت. مشكلة، خل انسخ هذا الجزء واروح اسوي له هنا لصق. خل اتعامل مع الرسم وشوف شلون الاوتبوت مالته شلون تطلع عندي. جزء من البيانات انت حسب شغلك، يعني ما اعرف انت ايش راح تسوي به. فاني هذا مثلا ارد ارسم، مثلا اني هذا يعني اختاريت التايم. طبعا خلي في بالك انت ايش كم ايش قد عندك. فانا مثلا هذا راح احذفه حتى يكون الرسم دقيق. راح على الهوم اسوي له ديليت. مثلا راح ارسم الدايركت والديفيوز والريفلكتد، هذا راح احذفه ايضا. فالوحدات طبعا هي كلها راح واطئه ورق، وراح نشوف شلون نقدر. فاجي هنا طبعا اضلل هذه، كلكم تعرفون الرسم على اكسل، بس اخذنا جزء هيك بسيط من البيانات. اروح اقول له انسيرت، اروح على الفيجرز اقول له ارسم لي خرج لي اياها بهاي الصوره. هذا اعتقد يعني الف باء للاكسل، يعني مو التارجت بهذا الموضوع، بس حتى يعني سوى عمليه تكامل المحاضره. فهذا هنا اروح اغير الشكل اللي اوت مالته. داتا بيز اكسس، اغيره من اليمين لليسار، اقول له الليجند صعد ليها فوق. تمام، طبعا هنا تقدر يعني تضيف الوحدات. تروح على الاكس اكسس تايتل، الواي الاكس اكسس هو تواريخ تعرفون بها، محتاج نخليها هي بيانات ساعية للفترة. احنا اخذنا طبعا جزء من 2004، يعني محدودة من 2/1 الى 6/6 الى 27/6، يعني على التعيين فقط، يعني حتى نستذكر مو نتعلم، هي ما يرد الشيء هذا، هو الف باء هذا. ف
فهنا طبعا ننطي الاكس اكسس ما عندنا مشكله به، فاروح انطي هذا، انطي اقول له سولار راديشن وكل اشعاع سولار راديشن، والوحدات مالته وات اور بير متر سكوير. تمام، خليته يعني حتى واحد يعرف. وطبعا احنا عندنا الدايركت الاشعاع المباشر على السطح المائل، والديفيوز على السطح المائل، والريفلكتد والجلوب. فرضا اني اريد يعني هنا حتى اوضح، يعني مثلا اخلي هاي الكومبوننت الثلاثه اللي هو الدايركت الاشعاع المباشر والمنتشر والمنعكس، واريد اعزل الجلوبال على صفحه باعتبار هو يسوي لي السميشن لهذه الكومبوننت. فمثلا الجلوبال هنا بيالون باللون هذا البنفسجي، روح على داتا سيريز اقول له سوي لي محور ثانوي، بس يمكن الالوان مو هالقد واضحه. وايضا هنا طبعا اقدر اخلي له اسم بنفس الطريقه، وهذا طبعا يعني ما عندنا مشكله، يعني ما عندكم مشكله بالتسميات. فهنا طبعا من يعني سواء كانت هذه البيانات او اي بيانات، تشوف انه الدايركت والديفيوز والكلاين يعني تشوف القيم صغيره جدا. ممكن نوسع الرسم حتى، فواضح عندنا فقط باللون فقط الجلوبال. ممكن انه انت تعيد الرسم، او ممكن انه خلينا نحذف هذا الجلوبال لان هاي القيم صغيرة، ممكن انه تحذفه وتخلي فقط الكومبوننت، لان انا نشوف المكونات. نرجع الرسم، فشوف هنا طلعت عندي ريفلكتد. طبعا بقت يعني حذفته بس بقت بالرسم. فهذا شوف هو الكلي، وهذا المكونات الثلاثة. ممكن انه الالوان مو هالقد واضحة، تقدر تغير الالوان. طبعا تشوف هنا هذا عندك باللون الريفلكتد، طبعا هو دائما اقل قيمة بالنسبة كلش قليلة. والدايركت اللي هو يمثل لي الحجم الاكبر، لا انحذف الجلوبال. الكمية الأكبر من قيمة الإشعاع الشمسي هي الدايركت اللي يمثل بحدود، طبعا الباحثين هنا اختلفوا يعني عن مقدار النسبة المئوية للإشعاع الشمسي المباشر الواصل على السطح الأرض المباشر، أو سواء على الانكلاينت سيرفس بالنسبة للألواح. فعلى العموم يعني كنسبة تتراوح من 45 إلى 55%، وهذا هو واقع حال كقيم. عند تشوفون ايش قد قاعد يشكل، والديفيوز تشوفون هذا باللون الجوزي، وهذا طبعا محذوف بالنسبه للجلوبال، يعني كان لان اللون اللي حذفناه كان يعني كلش متقاربه، فمو واضحه بالرسم. عاد تقدر تخليه تسوي اعاده. فهنا طبعا هذا انت حسب شغلك ينطيك مؤشرات عن البيانات اللي انت قاعد تشتغل عليها، وتعرف ايش قد القيم. يعني مثلا هسه الاشعاع الشمسي المباشر نسبة الى الديفيوز، نسبة الى الريفلكتد، من تخليه مثلا ويا الاشعاع الكلي، ف
تجي تقارن على ضوء الفترات الزمنية، مثلا احنا سماخذين هاي لساعات ضمن عدد ايام، لكن لما تجي تاخذها على مستوى اشهر راح تشوف عندك اختلافات. يعني عندنا مثلا الاشهر في بداية السنة وفي نهاية السنة راح تكون القيم اقل، عندنا اكثر شدة اشعاع تكون مثلا في الاشهر ما من شهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، دائما تكون على شكل راس الجرس، يعني كأنما مشابه تقريبا، يعني مو مشابه 100% تقريبا مثل الجاوزيان ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن اللي بارح حكينا عليه بالمحاضره يوم امس. ف يعني وهذا الشيء بديهي احنا بالنسبه للاشعاع الشمسي او بالنسبه للظواهر الطبيعيه ان شده الاشعاع تزداد في اشهر فصل الصيف وتقل في اشهر نهاية الخريف وبداية الشتاء، وأيضا في بداية يعني الفترة المحصورة ما بين شهر 11 إلى حد شهر الثاني، يعني تكون فترة شدة الإشعاع وكمية الإشعاع أقل. فهذه يعني تنطيك تجي أنت شنو الحالة اللي قاعد تدرسها. إحنا هنا طبعا بعد ما ترسم البيانات حسب الشغل مالتك، سواء كانت سرع بيانات رياح أو إشعاع، تروح تنطيها التفسير وتطلع منها القيم وتبدأ تقارن. يعني مثلا تقارن شدة إشعاع مع نتائج محطة الطاقة الشمسية. احنا ما عندنا هسه، فقط تعاملنا مع الرو داتا وشلون نزلناها وشلون قدرنا نستفاد وما هي المنهجية. يعني المنهجية معروفة للغالبية المتعاملين مع كباحثين في الاكسل او في باقي البرامج. هذا هو ما يعني حبينا انه نتعرف عليه بهاي المحاضره. اما اذا تريد بيانات اكثر، طبعا اكو مواقع الكترونيه يعني نفس الموقع الالكتروني اكو بوابات تنطيك فترات اشعاع من نهايه الثمانينات الى حد اليوم بنفس البيانات بنفس الطريقه. فالمهم انت يعني تروح تتفحص هذا الموقع وتنزل البيانات اللي تريدها. هاي طبعا البيانات اللي هي الديمو المجانية، وأيضا يعني أنا ودكتور عفيف قبل فترة نزلنا بيانات أعتقد لمدة 20 عام لأحد المواقع وأيضا كانت مجانية. فأنت استفاد من هذا الموقع، لأنه إذا نروح حسن ننزل بيانات مرة ثانية راح المحاضره تصير طويله. فانت هذا بعد ما عرفت طريقه التعامل مع هذا الموقع انه استفاد من عنده على قدر تخصصك. لهنا راح ننهي المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سراح تزيلكم رابط الحضور تسجلون. سيدا اي واحد عنده اي استفسار شيء